وإذا عملت سيئة، الأصل أن تتقي الله وأن لا تفعل السيئة، لكن إذا زلت القدم وأنت عبد وكل بني آدم خطاء فلا تستمر المعصية، وإنما بادر إلى محوها، ومن محوها أن تعمل حسنة، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. قال العلماء الأفضل أن تكون الحسنة من جنس السيئة، يعني إذا كانت السيئة باللسان فالأفضل أن تكون الحسنة باللسان، إذا كانت السيئة بالبدن فالأفضل أن تكون الحسنة بالبدن، إذا كانت السيئة بالمال فالأفضل أن تكون الحسنة بالمال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا السر بالسر. ما معنى السر بالسر؟ إذا فعلت السيئة سرا فافعل حسنة سرا، والعلانية بالعلانية. إذا فعلت سيئة علانية، إذا فعلت سيئة علانية فافعل حسنة علانية.